سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هذه الأسماء الفريق محمد سعيد الماحي، مدير سلاح المدفعية في حرب أكتوبر. ولد الفريق محمد سعيد الماحي في الأول من فبراير عام 1922، والتحق بالكلية الحربية عام 1939، وتخرج فيها في الأول من يونيو عام 1942 ضابطاً بسلاح المدفعية. شارك في حرب فلسطين عام 1948، وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952 التحق بالعمل في وحدات المدفعية المختلفة، وسافر ليشارك في حرب اليمن، ثم عاد ليتدرج في الوظائف القيادية بسلاح المدفعية، وصولا إلى مدير سلاح المدفعية في 23 من يوليو عام 1971، ليبدأ في إعداد وحدات المدفعية لمرحلة خطيرة من عمر الوطن. تواصل فيها الجهد ليل نهار حتى تكون وحدات المدفعية على أتم الاستعداد لتنفيذ مهمتها في يوم النصر العظيم. وفي تمام الساعة 2:05 ظهر يوم 6 أكتوبر عام 1973، شهدت جبهة قناة السويس أكبر تمهيد نيراني في تاريخ الحروب الحديثة، والتي تكبد العدو من خلالها خسائر فادحة في الأسلحة والمعدات والأفراد، مما كان له أثر كبير في تحقيق النصر المبين. وبعد انتهاء الحرب رقي اللواء أركان حرب محمد سعيد الماحي إلى رتبة الفريق. بعدها تولى منصب كبير اليورام برئاسة الجمهورية، ثم رئيسا لجهاز المخابرات العامة من عام 1978 وحتى عام 1981. بعد ذلك عين محافظا للإسكندرية. وفي 20 يونيو عام 2007 رحل الجنرال الصامت الرهيب في سكينة وهدوء، بعد أن أدى دوره العسكري كرجل مخلص من أجل عزة مصر ورفعة قواتها المسلحة.